طيب بالنسبة بقى لاتحاد جدة وإصابة أحمد حجازي، هل هناك جديد بشأن إصابة أحمد حجازي؟ أو هل تحدد موعد عودته للتدريبات إمتى؟ أولا نتمنى الشفاء للكابتن أحمد حجازي، يعني للأمانة سبب نقلة نوعية في دفاعات الاتحاد وفي الكرة السعودية، يملك كاريزما عالية جدا في خط الظهر لمدافعين، ومن أسماء القلائل الموجودة اللي تحضر المملكة العربية السعودية اللي يستطيعون بناء الهجمة من الخلف بكل هدوء وبكل أريحية، أثر حتى على المجموعة اللي حوله قائد جوه الملعب، يا سلام أثر على المجموعة إنه كيف تطلع وتكون عندك ثقة وكيف تبني قضية التجانس والتفاهم. هذه حجازي استطاع في وقت قصير جدا أنه يصل بدفاعات الاتحاد أو صورة الاتحاد العظيم إلى بر الأمان. مصادري الشخصية تقول أنه أحمد حجازي بحول الله سوف يكون من الأسماء الموجودة في بطولة كأس العالم الأندية في جدة. العيادات يعني في عمل مستمر لتحضير اللاعب، وصل إلى مرحلة كبيرة من الاستشفاء. لا شك أنه أحمد حجازي عودته تعيد الروح لنادي الاتحاد ولكل المدرج العريض له.